الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة في الثياب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة في الثياب، وبوب له بقوله: السجود على الثوب في شدة الحر. هذا الحديث فيه بعض الأحكام. يقول أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه، يعني هو لابس الثوب، فإذا كان هناك حر شديد فيضعه في مكان السجود ويسجد عليه. هل يجوز هذا أو لا يجوز أنك تحط الثوب الذي تلبسه المتصل بك مكان السجود وتسجد عليه؟ الحائل الذي يكون بينك وبين السجود، قبل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. السجود، الإنسان لما يسجد فيجب عليه من أركان السجود أن يسجد على سبعة أعضاء، منها الجبهة مع الأنف، الجبهة لازم تلصق في الأرض، والكفين كذلك، والركبتين، وأطراف الرجلين بتحطهم، خليهم واقفين مع الركب مع الكفين مع الجبهة. فهذه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نفعل هذا في السجود. طب الإنسان في السجود هناك حائل بين جبهته وبين الأرض، أنت أن تسجد على الحصير أو تسجد على الفراش أو تسجد على التراب، هذا أمر قد يعني تبين. أما أن تسجد على حائل يكون من ثوبك، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ الحائل يكون كما قال العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يكون أحد أعضاء السجود، الحائل أن يكون أحد أعضاء السجود كأن يضع يديه ويسجد عليهما. في ناس بتعمل هذه كثير، يعني بيحط إيده وأنا في التراب أو الأرض حارة أو حتى أقي جبهتي، فبيحط يدي بهذا الشكل ويسجد عليهما، هل يجوز هذا؟ طبعا هذا يبطل صلاته، لا يجوز هذا الشيء. ليش؟ لأنه هذا أحد أعضاء السجود حطيته على العضو الآخر، يعني يديك وضعتهما هكذا ثم سجدت عليهما، فهذا السجود لا يجوز وتبطل الصلاة، لا يجزئ السجود فيها. ليش؟ لأنه حال بينه وبين السجدة أحد أعضاء السجود، فلذلك لا يجوز هذا الشيء. الحائل الثاني قال: أن يكون الحائل منفصلا عنه. أنت عم تصلي فأخذت إما منديل أو رقعة صغيرة وكذا فوضعتها عند سجودك حتى تسجد عليها، في الأصل عم تسجد على الأرض وعلى حصير، فجبت أنت شيء آخر منفصل عنك ثم وضعته وسجدت عليه، فطبعا هذا جائز ما لم يفعله تعاظما. يعني إنسان يتكبر يقول: والله هذا المكان أنا لازم حط شيء يكون راقي حتى أحفظ جبهتي من السجود، فإذا فعله تعاظما فيكره ذلك، هذا الأمر لا يجوز. أنت عم تسجد والمكان طاهر ولا شيء فيه، يعني ما في شيء يمنعك، لا شوك ولا حجر ولا أذى ولا، فلذلك لما تضع ذلك؟ خلاص يعني خليك أنت أسجد في هذا المكان الذي أنت فيه. الأمر الثالث قال: أن يسجد على شيء من ثيابه، وهذا ما يعني أورده الإمام البخاري هنا حتى يبين فيه هذا الحكم، أن يسجد على شيء من ثيابه. إنسان لابس طقية بحط هذه الطقية حتى تغطي مكان السجود الجبهة، أو لابس مثلا هذه ثم يضعها حتى أو عمامة فيغطي جبهته فيسجد عليها، أو يأخذ طرفا من ثوبه ويسجد عليه، فهذا شيء من ثيابه، هل يجوز ذلك أم لا؟ عند الشافعية قالوا لا يجوز، تبطل صلاة هذا الإنسان إذا حال بينه وبين السجود شيء
مما يلبسه هو. وقال العلماء، جمهور العلماء، أن ذلك جائز إذا كان للضرورة، إذا كان في ضرورة فيجوز ذلك ولا تبطل الصلاة. بأي شيء استدلوا؟ طبعا الشافعية قالوا في حديث صحيح رواه الإمام مسلم أنهم اشتكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شدة الحر فلم يأذن لهم أن يضعوا طرف الثوب، ولكن الحديث هنا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر، يعني في سبب، السبب هو شدة الحر، أو والله في شوك أو في أحجار أو في هناك مانع قد يؤذي جبهة الإنسان، فقالوا يعني قال هنا من شدة الحر في مكان السجود، فقالوا إن كان ذلك لسبب فلا مانع وصلاته صحيحة. والأولى الإنسان إذا استطاع ألا يضع الثوب فهو أولى حتى يخرج من هذه الخلافات، بس عند الشافعية كما قلنا أنها تبطل الصلاة، وغير الشافعية جمهور العلماء على أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فلذلك إذا سجد الإنسان على كور العمامة أو على القلنسوة أو وضع شيئا من ثوبه وثم سجد عليه، فطبعا يعني جمهور العلماء على أن صلاته صحيحة مع الكراهة إن لم يكن هناك سبب. فعندنا نحن ثلاث أسباب حتى تضع هذا الحائل: السبب الأول أو الأمر الأول أن تسجد على عضو من أعضاء السجود فهذه تبطل الصلاة. الأمر الثاني أن يكون الحائل منفصلا فهذا يجوز إلا إذا كان تعاظما، والله أنا بديش أسجد في هذا المكان، بدي أحط شيء يكون راقي حتى أحمي جبهتي، والله أنا حاطط عليها شيء أو كذا، فهذا طبعا يجوز مع الكراهة. وإذا كان من نفس الثوب كالعمامة وطرف الثوب أو أي شيء تضعه فإن كان للحاجة فلا مانع، وإن لم يكن للحاجة فيكره ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.